خلال جلسة عمل بالديوان الملكي بالرباط خصصت لموضوع البيئة وحضرها الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته للحكومة لتنكب في أسرع الأجال على وضع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وفق ما تم الإعلان عنه في خطاب العرش لهذه السنة. التفاصيل في ريبورتاج هادي متوكل. أعطى جلالة الملك خلال جلسة العمل هذه تعليماته للحكومة لتنكب في أسرع الآجال على وضع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ميثاق يستند إلى ما تم الإعلان عنه في خطاب العرش لسنة 2009، والذي حدد أهداف الميثاق في المحافظة على الفضاءات والمحميات والموارد الطبيعية وكذا صيانة التراث الثقافي باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة. الأحوال يتعين على السلطات الأممية عين الاعتبار في كناش تحملات المشاريع الإنمائية عنصر المحافظة على البيئة. جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك أكدت أيضا على ضرورة تفعيل الاستراتيجية المعتمدة في مجال الطاقة والهادفة إلى تطوير الطاقات المتجددة للمساهمة في نفس الوقت في المحافظة على البيئة. البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أكد على ضرورة تجسيد إرادة المغرب في الانخراط في سياسة تدريجية توفق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة وتنمية المستدامة. هذه السياسات الملائمة للبيئة يؤكد البلاغ تحتم على المغرب الاستعمال العقلاني للموارد المائية وكذا انخراط جميع القطاعات الحكومية في هذه الدينامية التي تجعل من المغرب بلدا رائدا في مجال الحفاظ على البيئة على صعيد القارة الإفريقية والعالم العربي، وتؤهله كذلك ليقاسم خبرته مع البلدان الصديقة خاصة الإفريقية منها.